وهلأ مشاهدينا رح نكون مع قصة نجاح سيدة سورية غيرت بحياتها وأثرت بمن حولها بالعلم والعمل والموهبة وأيضا التحدي والطموح. رح نكون مع الدكتورة رولا ستيتي، حضرتها شاعرة وناقدة بالإضافة إلى أنها أستاذة في جامعة تشرين وفي عدة جامعات أخرى وأيضا مدربة للغة العربية. لك يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك دكتورة. صباح الورد، شكرا للاستضافة الجميلة. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك دكتورة، أهلا وسهلا فيك. صباحنا لليوم يعني بالحقيقة حضرتك ملمة بأكثر من جانب، حضرتك شاعرة وناقدة وأستاذة في جامعة تشرين وأيضا كمان مدربة للغة العربية، ملمة بأكثر من جانب. برأيك اليوم المرأة بمجتمعاتنا الشرقية يعني أكثر مما مضى كان إلى فعلا حضور، اليوم كان أسهل الوصول لهذه المراتب، اليوم ترأست المرأة بأكثر من جانب. خبرينا عن رحلتك، عن إلمامك بكل هذه الجوانب، كيف كان إصرارك ونجاحك لليوم؟ تفضلي. الحق يقال المرأة عنصر فاعل منذ البدء. نعم. ومنذ البداية الوجود البشري على هذه الأرض أساسه أنثى، هي الأم حواء، فلا يستطيع أحد أبدا أن يقوم بإنكار الدور الذي تقوم به الأنثى في مجتمعنا وفي حياتنا وفي وجودنا. صحيح. في هذه الأيام تحملت الأنثى مسؤوليات جمة، لم تكن تلك الفتاة أو ربة المنزل أو ما شابه، أصبحت الآن جنبا إلى جنب مع الرجل في ميادين الحياة كلها، إن لم نقل أنها تفوقت عليه في مجالات كثيرة. وهذا لا يعني أنها في أوج الراحة أو في أوج الهناء، هناك تحديات كثيرة، معوقات أكثر. أعتقد أن دور المرأة في أيامنا هذه بات صعبا للغاية، وحملت أعباء إضافية عما كان من المتوقع أن تستطيع هي أن تتحمله. تمام. وهون كانت طبعا المرأة أمام تحديات كتير كبيرة أكيد صادفتها بحياتها عبر مراحل تاريخية متعددة. تماما. اليوم المرأة الشرقية مثل ما بتذكري حضرتك أكيد هي غير، وأنت منهم، من السيدات اللي فعلا كان عندهم قصة نجاح بحياتهم، معركة حياة خلينا نسميها، أكيد بدك تخرجي منها يا منهزمة أو منتصرة. خبرينا عن هيدا معركة الحياة بحياة طبعا لارا ستيتي، خلينا نقول تحديدا، كيف واجهتيها؟ يعني هل كان دائما من البدايات تحديات ولا فيما بعد؟ الطفولة الهنية لنقول لم تجعلني أتوقع ذات يوم أن أستطيع أن أحقق ما توصلت إليه في هذه الأيام. كنت أعتقد أن الحياة مجرد منزل دافئ، أم، أب، إخوة. كبرت وقررت أن أخوض غمار الحياة. للأسف عشتها في زمن حرب، وعشتها في زمن في جو أسرة معظم أفرادها ضباط في الجيش العربي السوري، فكان لنا من القهر ما كان بسبب هذه الظروف السيئة التي خيمت على البلد كله. كل الإنجازات التي قمت بتحقيقها كانت في ظل هذه الأزمة. أطروحة الماجستير، أطروحة الدكتورة، المؤلفات النقدية الشعرية، التحدي الذي قمت به كان في زمن هذه الحرب، في زمن أنا الابنة البكر لأسرة كان أصغر أفرادها من أوائل الشهداء في وطننا. أعتقد، والاعتقاد أعلى درجات اليقين، أن هذا لم يأتي من فراغ. في الطفولة كان هناك أرضية معينة خصبة، والذي حدث فعلا أن الظروف لم تردم تلك البذرة، هي بذرة كانت مغروسة جيدا بطريقة مثالية ولم تقهرها ظروف العواصف. لذا فعلا أنا سعيدة أن أحقق ما حققت، لأني فعلا استطعت أن أقهر الظروف. نعم، يعني أكيد يعطيك العافية، بنشد على إيدك. امرأة سورية صبرت ونالت، وكان عندك معركة يعني نجحتي فيها ووصلتي لهون. حضرتك مدربة للغة العربية وأستاذة في الجامعة، عم تتعاملي مع أجيال، عم تتواصلي مع مجتمع كامل، هيدا المجتمع وهيدا الأجيال إلى طموح، وأنت إليك طموح، وصلتي لطموحك أم لسه بعده بشبابه، يعني عندك طموح أكثر لقدام؟ حين نريد أن نتحدث في ميدان الطموح، نعم، عندما لا نتقدم نتقادم. صحيح. الإنسان مهما بلغ
ومهما وصل، وحتى لو كان في ذروة إن لم يتابع فسيغدو قديما، سيخسر كثيرا. إن لم يتقدم هناك الكثير ممن سيقومون بالفوز عليه. فأعتقد أن الطموح ما زال طفلا جنينا، وأنتظر أن ينمو دائما مع الأيام. أعتقد لا نهاية لطموح إنسان طموح، صحيح، ليستحق هذه الصفة. دائما النجاح لا سقف له يعني، تماماً. أو الطموح تماماً. في حياة طبعا سيدة ناجحة مثل حضرتك. خلينا نحكي أكثر دكتورة لارا عن المؤلفات النقدية اللي كتبتيها حضرتك، وأيضا الأدبية، وكان لك تجربة بالشعر، وأكيد رح نسمع شيء من كتاباتك. عندما أتحدث عن الشعر فهو عشقي، وأنا مغرمة به جدا، وكانت محاولاتي منذ الطفولة. لم أكن أعرف بالعروض، لم أكن أعرف هذا البحر الكامل وذاك الوافر، ولكن هناك ذائقة شعرية كانت تلهمني لأكتبه بطريقة منظمة. فكتبت من الشعر الكثير قبل أن أخوض اختصاص اللغة العربية. وعندما خضت ذاك الاختصاص وجدت أن الشعر والنقد أو العملية الإبداعية والعملية النقدية وجهان لعملة واحدة. أنا لا أستطيع أبدا أن أتذوق شيئا إن لم أكن أجيده. كيف لي أن أنقد شعرا إن لم أكن ملمة بذاك الشعر؟ الحق أنني عندما دخلت ذاك العالم وقمت بتشذيب تلك الموهبة لتصبح موهبة لها أصولها، لها قوانينها، لها أشياءها، لها ظروفها، وجدت من الحري أن أتذوق. وحين تذوقت الشعر وجدت أن الذائقة النقدية تنمي أيضا في داخل الإنسان الذائقة الإبداعية. والنقد لم يكن وليد يوم وليلة، كنت أحب دائما أن أنظر إلى الآخر في أعماله فأقدم آراء أخالها منطقية في معظم الأحيان، ولكن تطورت تلك الذائقة رويدا رويدا بعد أن أصبح الإنسان في عالم الاختصاص، وقررت أن أنقض الشعر الجاهلي، لأن الشعر الجاهلي هو الطفولة الأولى للشعر العربي. وعندما أقول طفولة هذا لا يعني أبدا بأنه شعر بدائي، ولكنه الطفولة الخصبة التي صدرت منها المعلقات فكتبت بماء الذهب، وهو الشعر الوحيد الذي يعتد به كشواهد نحوية. صحيح. فهذا الشعر العظيم وجدت من الجميل أن أقوم بنقده، فنقدته في مؤلفين اثنين. المؤلف الأول كان شكوى في الشعر الجاهلي، نعم. دراسة في المكونات والأساليب، وقفت على نصوص كثيرة منها المغمور ومنها المشهور، وقمت بتذوقه، ربما خالفته في تذوقي بعض القراءات النقدية القديمة، لكن نحن دائما مع الاختلاف للخلاف. أعتقد أنه يغني عندما نتنوع فهذا شيء جميل. كيف كان رد الفعل على هذا المؤلف النقدي؟ المؤلف الأول لقى صدى إيجابيا في الساحة النقدية، وكثير من الأصوات أتت حتى من خارج سوريا أنه طلبت الكتابة لإعجابها بطريقة النقد. أما الكتاب الثاني فبالصراحة كان خالف كثيرا من عمالقة النقد، وقيل لي ذات يوم من أحد أساتذتي الذين أحبهم جدا، أبدى رأيه في المنجز النقدي، فقال كيف تجرأت على كبار أساتذتنا ونقادنا يا لارا؟ فأجبته كما تجرأ جاليليو حين قال بنظرية كروية الأرض، وأعدم وأثبتت الأيام أنه على صواب. الإنسان عليه دائما أن يقدم رأيه بصدق، أن لا يكون ببغائيا، لأن الببغائية فعلا تجعلنا نمطيين وتجعلنا نسير في طريق شائك نهايته الانهيار. صحيح. والضياع. نعم. دكتورة خلينا نسمع من شعرك قبل ما نعرف أنه الشعر فعلا هو يخلق على لسان أنثى، بدنا نعرف هذا الموضوع وشو سره يعني، باعتبار عندك هذا الطموح وهذا الإلمام، خبرينا شوي أو نسمع شعرك، تفضلي. الشعر عالم من الإحساس. نعم.
وعندما ينظم الإنسان الشعر فالشعر ليس وزنا وليس قافية، هو روح. أفرح فأكتب، أحزن فأكتب، أتأمل فأكتب. وسأقرأ لكم الآن شيئا مما كتبت. تفضلي. خبئ بعمقي تضاريس الهوى مرحا، وقل لقلبي إذا ما شاء أو نضح، بأن حبك ينمو فوق خارطتي، وأن عمرك لذال الأسى ومحا. لو لم يكن لسهام الشوق أغنية لسال بعضي على دنياك أو سضح، فإن أردت لذي العشاق مملكة رأيت عمري رفيقا صادقا سمحا. دروب عشقي في الأكوان تجعلني مثل الملاك بنبض ساحر جنح. لي في هواك تراث من عبيق رؤى، وحلم يومي إذ أهواك قد ربح. وللمآقي في رؤياك ألسنة، وللعيون إذا ما شئت ما زبح. أهواك كلا يعيش الآن ينعشني، ويستعيد دماء سفكها ذبح. نم في فؤادي لا تردم مواجعه، بل خلي فيها أنين الآه مصطلح. إني أحبك يا هذا إذا برقت مباسم الشوق، تاه الشوق وانجرح. وقصة الحب عشناها فأرقنا، أيا صديقي وكنت الآه والمرح. دروب حبك ما زالت تعشعش في ثنايا روحي، فهل في الروح ما نزح. سلام صبح أعيش الآن أذكره، على دروب سروح العلم ما برح. ثم انتهينا ومات الحب أحجية، وعادت الدمعة الخرساء يا ترح. وبعد يأس مرير صرت أغنية، وصار قلبي بعيد الروح مصطلح. ثم انثنينا وصار القهر يتبعنا، صرنا غريبين في واد به انبرح. يا ليت عمري لحيظ الشوق يرحمنا، فلا تمر سنون البعد في نرحة. الآن عشت ولي رؤياك خافقة، ما أروع اليوم إذ ألقاك في يضحى. وازنت بين حبيب في الجوارح، لم أجد في حبيبي بديلا في الفؤاد صح. الله، يعني كلمات رائعة لامستنا بالحقيقة. يعني مثل ما عم نحكي، أصحاب نظرية أنه الأنثى الشعر يخلق على لسانها من أحاسيسها، في شعراء كتير وشاعرات كثر، لكن اليوم أديتي بطريقة رائعة بكلمات مميزة دكتورة لارا. تخبرينا عن هذا الأحساس اللي عند المرأة. أيضا أصحاب النظرية اللي بيقولوا أنه الشعر يخلق على لسان الأنثى أو المرأة، شو برأيك إثبات هذه النظرية؟ هؤلاء الذين يقرون بأن الأنثى عالم من الإحساس، وبأنها كتلة من العواطف، وبأنها خلقت لتبكي، خلقت لتحب، خلقت لتكون أما، هؤلاء يجدون أنها وجه آخر من وجوه الشعر، لأن الشعر أيضا إحساس، الأنثى إحساس، الشعر إحساس. نحن أمام معادلة تكافأ طرفاها، وهذا هو المبدأ الذي انطلق منه أصحاب تلك النظرية. تمام. دكتورة لارا، ذكرتي طبعا من ضمن حديثك، في حال أنت وصلت إلى مؤلفات النقد، كان هناك من هاجمك، من وقف أمامك وقال لك لماذا تجرأتي؟ خلينا نقول ما هجوم، ربما أنه ليش تجرأتي، يعني وصلت إلى مؤلفات نقدية. يعني هذا الشيء أكيد ما بيمنع أنه نحن بمجتمع ذكوري ما فينا أبدا ننكر هذا الشيء، وما زلنا بالرغم من مقاومة المرأة لكثير من التحديات والصعوبات اللي واجهتها، لكن الذكر ما زال إلى الآن أنه هو، خلينا نقول، المسيطر أو المستبد على حالة معينة. كيف واجهتي النقد؟ كيف واجهتي هذه التحديات والصعوبات بأنه أنت قادرة من خلال كلمتك وأحاسيسك أنك فعلا توقفي بوجه هذا المجتمع؟ لا نستطيع أبدا أن ننكر البيئة التي ننتمي إليها، ولا نستطيع أبدا أن
نضع نظارة لنخفي المجتمع الذي نعيش فيه. نحن نعيش في مجتمع ذكوري، ومهما بلغنا من التحضر ومهما بلغت الأنثى من مرتبة، هي أسيرة ذاك المجتمع. على الرغم من أنها عم تتفوق عليه بكثير من الأوقات، مهما تفوقت هناك قيود، هناك أمور يحجمها بها المجتمع. نحن نتحدث عموما، ولا نستطيع أبدا أن نأتي بالحالات القليلة لنقوم بتعميمها. نحن أمام واقع مفروض. بالنسبة إلى النقد، نقدت أعمالا ذكورية كان آخرها رواية قبس للإعلامي الشهير الروائي المميز حسين الذكر، وكانت الرواية بعنوان قبس، تحدث فيها عن نقد الواقع العربي عموما، عن الآفات الاجتماعية التي يتعرض لها الإنسان العربي في مختلف الميادين. وعندما قمت بالنقد، لاقى ذاك النقد صدى إيجابيا عندما قام الروائي الزميل الإعلامي أيضا بحفل التوقيع، فسأله أحدهم لما هذا النقد اللاذع نعم في القراءة، فقال هو إبداع الإبداع. حلو، تقبل النقد، يعني نقد بناء كان. عندما نقوم، ليس المهم أن آتي إلى آفة ما لأقوم بإخفائها، هذا سيجعل تلك الآفة شيئا متفاقما يصعب علاجه ذات صحيح. يوم لنبدأ بالنقد المنطقي البناء، صحيح، النقد البناء وليس نعم. النقد السلبي، لأنه فعلا أساس تطور نعم. ويقال رحم الله من أهدى إلي عيوبي. أعتقد أن النقد شيء يعطي حياة لصاحبه إن أراد ذاك الإنسان فعلا أن يتطور. نعم صح. يعني النقد رائع، أنت بتشوفي حالك بمطارح عم تنقدي الشعر، وأنت شاعرة كمان وبتكتبي. دكتورة لارا، يعني كتابة الشعر هي دائما بحاجة لمتابعة، خلينا نقول لحضور، لكلمة قوية بذات الوقت، متصلة بالواقع، متصلة بالحالة. ربما أنت كشاعرة بتعرفي كل هاي التفاصيل، متواصلة مع شعراء كثر، نقدتي أيضا شعراء من مختلف، خلينا نقول من مختلف الأنواع اللي عم بيقدموها، سواء مقالة سواء شعر سواء، يعني النقد بيتحمل كل هذه الجوانب. خلينا نحكي عن ميولك، يعني أكثر ميولك للنقد أم للشعر؟ بتنقدي حالك بعض الأحيان، في عندك نقد لذاتك، أحيانا بيكون عندك إلهام معين، لكن كمان النقد لازم يكون بناء لنفسه الشخص وللأشخاص الشعراء والأشخاص الثانيين كمان. طبعا سأكون صادقة جدا معك. تمام، عندما سؤالي ليكون صريح، أنا أميل إلى الشعر. تمام. والشعر أجد في ذاك الفن عالما من حياة، الشعر حياة حقيقية. صحيح. منذ قليل أخبرتك أن السعيد يكتب، الحزين يكتب، الإنسان يترجم إحساسه بطريقة ما. من لديه الإبداع في النحت سيترجمه تمثالا جميلا، من لديه الإبداع أكيد عندك إبداع كمان دكتورة باللغة العربية، لأنه متصلين كثير مع بعض بين اللغة العربية والشعر، سواء بالإلقاء هذا سواء بالكلمات. هذا أمر بدهي بما أني مدربة للمادة لأبنائنا في المراحل التعليمية، ونحن نسعى لتمكين تلك المادة لأنها حقيقة حافظة هوية. تمام. يعني اللغة العربية للأسف في هذه الأيام تحتاج إلى الكثير من الجهود لإعادة إحيائها. نحن نحتاج أن نعيد إليها الإنعاش، لأنها فعلا في مرحلة الاحتضار، وواجب كل فرد من هذه الأمة أن يقوم بإسعافها ولو بكلمة. ما أصعب أن نمشي في الشارع ليتحدث الإنسان باللغة العربية الفصيحة فينظر إليه نظرة المجنون. هي لغتنا، هي اللغة الأصيلة التي يجب أن نقوم بتعميقها. الذي يحدث فعلا أن الواقع مأساوي للغتنا، وهناك ضعف واضح، لن نستطيع أن نقوم بتزييف الحقائق. فبعملية التدريب نحن نخبرهم دائما أننا نحاول دائما أن نقدمها بطرق جديدة. ما كان صالحا بالأمس لا يصلح اليوم. نعم. طعام الأمس لا أستطيع أن أقوم بتناوله. يعني فالطرق الجديدة قد تجذب قليلا، صحيح، قد تنمي قليلا. إحياء اللغة يحيي فنون اللغة، الشعر، النقد، العمليات الأخرى جزء أساسي من الإبداع فيها
اللغة الفصيحة. نعم. من لا يجيد هذه اللغة أعتقد من العبثية تماما الخوض في ميدان فنونها. نعم. إذن الحفاظ عليها كما ذكرتي وتقديمها بطريقة محببة طبعا من أجل إحياء طبعا هذه لغتنا اللغة العربية. تماما. ذكرت أيضا الشعر هو أحاسيس، هو ترجمة أحاسيس معينة خاصة أكيد بالشاعر، يمكن ربما أيضا شعور بالمجتمع، شعور بمن حوله، تترجم إلى كلمات شعرية. خلينا نحكي أيضا ونغوص بعالم شعرك، نعرف كتاباتك. أي الشعر التزمتي؟ هل فقط أخذت الحب أم الوطن أم هناك روايات أخرى تحدثت بها من خلال شعرك؟ وأكيد أيضا رح نسمع منه. لم أتقيد أبدا بنمطية محددة. نعم. لأن كل حالة لها قصيدتها وكل حالة لها شعرها. كتبت في الحب، كتبت في السياسة، كتبت في الشهيد، كتبت في الوطن، وكتبت في عائلتي، كتبت في لارا أيضا. نوعت كثيرا وكنت سعيدة فيما كتبت. لما كتبت في لارا أما لما كتبت في الآخرين؟ شهيد، الوطن، لن أكون الحب. بأنا متورمة عندما أقول لك أجد نفسي صادقة في جميع ما كتبت، لأني عندما أكتب أكتب وأنا أعيش الحالة. نعم. أعيش تلك الحالة فعلا، عندما أكتب بالحب فأنا أعيشها، وعندما أكتب عن أسرتي فأنا صادقة. نعم. أنا شخص لا أتكلف في كتابتي. ما تشعرين به؟ كثير من الشعراء يكتبون وينقحون ويفعلون. اليوم عندما أردت أن أقرأ أحببت أن أستعيدها على المسودة، لم أشأ أن أعطي بشيء مطبوع. أردت أن يكون فعلا الولادة الأولى مسقط رأس الكلمة لها خصوصية دائما. فعندما أكتب أخال نفسي أنني صادقة فيما كتبت، هذا لا يعني أنني لا أنقد نفسي. نعم. وأنني في مرحلة ما أقول لو فعلت كذا كان أفضل، لكن لا يطاوعني قلبي أبدا أن أقوم بتعديل تلك الكلمة لأن لها خصوصيتها في سياقها. وهلأ شو بدك؟ شو بدنا نسمع أيضا عن الحب؟ سأسمعكما هناك قصيدة جميلة أحبها، هي عن أنثى، حوارية القصيدة، قصصية لنغير قليلا شعر الخليل. نعم. بين أنثى عجوز و شاب. حل. ماذا يقول لها؟ أكبرت يا امرأة السنين الغابرة، وسمى بعمرك كل ذي تيه، فبدت تجاعيد الحياة كقصة تروي لعمرك كل ما فيه. أكبرت ما زالت حكايتك، عض السنين لعمر في مآسيه. ماذا تقولي؟ ماذا تقولي وقد صارت جدائلك ثلجا وصار الجلد يكويه؟ شو بترد عليه العجوز الختيارة؟ أبني لا تهزأ بعمري، إنني رهن الوجود إذا نادت مرافيه. أنا من أراد الكل بسمتها، فدفنت في دمعي مواسيه. قد كنت آمرة الشبان من نظر، والآن صرت عجوز القد أحنيه. صارت بقايا الفاهي مصبحة بعثرتها الليالي إذ جنت فيه، وصار سمعي على الأسماع معتقل لا أسمع الصوت حتى من مناديه. وصارت العين في غور يحيط بها غاب من البؤس والأحداق تسبيه. هذا أنا يا فتايا الآن تصغرني وتقرأ الشكل تنسى العمق ترميه، فلا تباهي جمالا أنت تحمله، قد كنت مثلك ذاك قبل تشويه. رائع، جاوبته يعني بالطريقة المميزة. فعلا هي عندها هذا العمر لكن عاشت، يعني نحن دائما بننظر للامرأة لما بتكبر بتغير كل ملامحها، لكن هي التعابير عاشت أيام كتير حلوة، عبرت هيدي العجوز بضمن هاي القصيدة اللي قدمتيها، فعلا لمستنا أيضا دكتورة لارا. إذا بدنا نحكي عن الجانب الثاني بحياتك اللي هو تدريس أو مدربة اللغة العربية وأستاذة في جامعة تشرين، أيضا اخترتي هيدا الجانب لارا أم أنت كانت ظروف الحياة أو الخيارات الحياة هي اللي حددت لك هيدا الطريق، أم كان من طموحك أيضا بالمقابل الشعر والنقد؟ قبل أن أكون طالبة لغة عربية
كان لي نشاطاتي الشعرية وأخذت الرياضة عدة مرات في ميدان الشعر في الشبيبة في ميادين أخرى قبل أن أكون طالبة لغة عربية. حلو. الحق أنني عندما قررت في المرحلة الثانوية أن أكون بشهادة العلمية انتظر من لارا أن تكون تلك المهندسة أو تلك الطبيبة أو الصيدلانية لنقل. تمام، لأن عندك هذا الاندفاع والطموح دائم. كنت أجيد الرياضيات كثيرا، أنا أحب الرياضيات، صحيح لا أحب الفيزياء ولكن كنت أحب الرياضيات كثيرا جدا. في المرحلة الثانوية لاموني، كيف لك أن تكوني في الجانب العلمي، لماذا لم تكوني في الشهادة الأدبية؟ وكانت إجابتي أنا أعشق أمرين اثنين، الشعر والرياضيات، وحبي للغة العربية كان متفوقا على كل شيء. يعني رغم أنهم مضادان كبير، يعني الرياضيات والشعر أحبهما، يعني كل حدا لكن الحق يقال عندما دخلت ميدان اللغة العربية كنت سعيدة جدا. الكادر الذي علمني كان رائعا، الدكتور عبد الكريم يعقوب، الدكتورة لطفية برهم، الدكتور وفيق سليطين، الدكتورة غيساء، الدكاترة الحق يقال كان زمن علم طبعا. وكنت هلأ سعيدة هلأ اختلف هذا الزمن دكتورة، وكنت سعيدة آنذاك، لم أكن بحاجة إلى الدورة التكميلية حتى ولم أعطي نفسي أبدا فرصة أن أحتاج إلى عوامة إضافية. تخرجت من الجامعة بالدورة النظامية ونلت دبلوم الدراسات العليا عام 2005 ونلت شهادة الماجستير بال 2012 وأيضا بال 2017 الدكتورة. كنت سعيدة جدا جدا بكل ما حققت، لم أندم لحظة على اختياري اللغة العربية صراحة، فالظروف لم تجبرني عليها، أنا من اخترتها ولا من المحيط. أكيد هي دراسات عليا، هذه الدراسات هي بحاجة لتصميم وطموح وإرادة. وأساتذتك بالجامعة اللي درسوكي قديش هن فخورين فيك يا دكتورة هلأ، يعني بتتواصلي معهم أكيد تماما. أنا للشي اللي وصلتي له يعني، وخصوصا هن بنفس الاختصاص. أنا سعيدة بهم وأشكر كل من زرع وردة علم في بستان إنجازاتي العلمية، فبدءا من والدي رحمه الله وانتهاءا بأي شخص قدم لي أي ملحوظة أفيد منها. أنا إنسان يتقبل النقد، يتقبل الآخر، من يتقوقع حول نفسه سيأسر نفسه بكينونة الفشل. صحيح. فأشكر جميع من ساهم، أو لنقل من أسهم في هذه المرحلة التي وصلت إليها. نعم. نعم دكتورة، يعني ذكرتي يعني منذ الطفولة وأنت على مسار واحد في حياتك، هدف، طموحات، حاولوا أنه تغيير مسار يمكن أحلامك، لكن أنت بالإصرار والعزيمة وصلتي طبعا لطموحات ونجاحات. هل بتأكدي على أنه دائما تحديد الهدف وتحقيقه بالعمل والإصرار والنجاح هو فقط العامل الوحيد فعلا للوصول إلى طموح معين، ولا هناك ثمن يقدم أمام ذلك؟ لا شيء في الحياة دون ضريبة، لا شيء في الحياة دون ثمن. ليحقق الإنسان النجاح سيبذل كثيرا من الصبر، من التضحية، من الجهد أيضا. أعتقد أن هذا الثالوث، الصبر، التضحية والجهد المبذول، أعتقد أنه الثمن الذي يدفعه الإنسان الجاد. لنقل هناك أناس عبثيون، ولكن هؤلاء يدفعون ما يدفعون بطرق سلبية ربما، لكن الإنسان الشريف هذا الثمن الذي يقدمه. وربما من رحم أزمة معينة أو من رحم ظروف صعبة ممكن تخلق هذه الإرادة بشكل أكبر وبتصميم أكبر. يمكن أنت عانيتي بهذا الشيء بحياتك، ذكرتي هناك فقد في الأسرة، أيضا ظروف واجهتك، يعني كل هذه العوامل ربما تسبب بشخص آخر الفشل أو الاستسلام، لكن عندك كان هو إرادة. كيف بتأكدي على هذا الموضوع بالرغم من كل الظروف اللي بتواجهنا؟ أنا أحب القول إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة. نعم. فإن فساد الرأي أن تتردد. أنا لا أستطيع أن أقف في مكان ما لأفكر هل أخطو أم لا. عندما أبدأ
مشوارا ما علي أن أبدأ بخطوة ولكن علي أن أكمل. نعم. ليس من الجميل أبدا أن نقف في منتصف طريق. صحيح. لذلك أعتقد أن الطموح والإرادة يحتاجان إلى المواظبة من جهة، والعوائق التي تحدث تضعف أو تقتل دائما الإنسان الضعيف. سأشبه الطموح بتلك البذرة التي شبهتها منذ قليل، إن كانت بذرة ضعيفة ستموت، أما إن كانت بذرة قوية فلن تؤثر، ستنمو، ستورق وستعطي مخلوقا جديدا يستحق الحياة. نعم. دكتورة، ختامة مسك مع حضرتك بمزيد من الأبيات الشعرية اللي فيها كل أحساس اللي رح تلامسنا وتلامس مشاهدينا. حضورك كان مميز، أكيد نحن دايما منشجع ومنأيد كل امرأة عندها هذا الطموح ووصلت لهذه النجاحات. تفضلي، معك نحن لنسمع أبيات شعرية. سأقرأ لكم شيئا مختلفا. تفضلي. إن كان لكما ما تحبان أقرأ لكما، ولكن سأقرأ لكما شيئا فيه قليل من التحدي. لن أموت، لن أموت الآن، ما زلت فتية وما يزال العمر مرهونا لدي. لن أموت فللحياة بقية، والحلم يرقص تائها ورديا. سأعيش أرسم عالم الحلو الذي عشناه يوما في الحياة سوية. سأعيش أرقص فوق قبر مباسمي، رغم الجراح سأحتسيه دوية. رغم الجراح سأجعل الثغر الذي نطق الشهادة عالما منسيا، وسأجعل الخصر الكئيب الفارسي، وعاش شقيا ثم مات شقيا. يا آه يكفي، لست أعلم من أرى، والآه تعشق في الهوى ما فيا. يا آه أنت صديقتي ورفيقتي، وأنا المؤلف في هواك روية. الله لا رام، يعطيك ألف عافية. أكيد متشكر جمال حضورك بالبداية، جمال صوتك، إلقائك، وأيضا جمال شعرك. بنقول لك يعطيك ألف عافية، وشكرا كثير لك لارا، نورتينا لليوم. شكرا لكما، شكرا لاستضافتكما الطيبة، شكرا لقناة أوغاريت والعاملين عليها. مع أمنياتي لكما ولكادر القناة بمزيد من التفوق والتألق. يعطيك العافية، انبسطنا كثير بحضورك معنا لليوم، وسعدنا باللغة العربية الفصحى اللي بتحبيها، اللي قدمتيها بطريقة كثير مميزة. بدنا نشد على ايدك ان شاء الله يا رب هيك دائما بتكون حاضرة وواضحة. شكرا لك. شكرا. يعطيك ألف عافية.